دلالة. صباح الخير. صباح النور. هذا نموذج للمبنى الجديد الذي سيبنى خلف الجامعة. رائع. شكرا. عفوا. جميل. ماذا بك يا أبا حمد؟ متضايق. ماذا بك؟ أشعر بوخز هنا. هنا وضيقا بالتنفس. افتح ازرار الحوض. يا جماعة يا سعيد يا محمد ساعدوني يا عثمان. تؤثر زيادة الوزن على الوضع الصحي العام للجسم، وهنالك بعض الأعضاء ترهقها السمنة وقد تؤثر على أدائها لوظائفها. إن زيادة الوزن ليست مرضا في حد ذاتها، إنما هي مؤشر يدل على الإسراف في الغذاء، أو أن ما نتناوله من طعام هو أكثر مما يحتاجه الجسم، فتتراكم المواد الدهنية داخل الجسم مسببة زيادة الوزن. كما أن عدم التمثل الصحيح للمواد الدهنية تؤدي إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية مكونة ما يسمى بالكوليسترول. ومن المؤكد أيضا أن الإسراف في الغذاء مع قلة المجهود البدني وعدم ممارسة الرياضة تؤدي حتما إلى ازدياد الوزن، وكل زيادة في الوزن هي عبء جديد على الجسم وبالأخص على القلب. وتقول القاعدة المعروفة بأن الوزن الطبيعي يساوي رقم الطول ناقصا 100، يعني من يكون طوله 170 سنتيمتر فإن وزنه ينبغي أن يكون حوالي 70 كيلوغراما، وإذا زاد وزنه عن ذلك بنسبة تتجاوز 15% يمكن اعتباره ميالا للبدانة. وأهم أسباب البدانة هي الشراهة وزيادة ما نلتهمه من أطعمة. إن كل زيادة في الوزن هي عبء إضافي على الجسم والأعضاء تسبب الإرهاق والتعب، وكأن البدين يحمل معه وزنا إضافيا. تخيل نفسك تحمل معك ليلا نهارا أكياسا من الرمل تعادل الوزن الزائد الذي يتراكم على شكل شحوم في أنحاء جسمك. كم يتطلب منك ذلك الحمل الإضافي من جهد وأنت تحمله معك أينما ذهبت ومهما فعلت. ننصحك بالتخلص من هذا الحمل المرهق بتقليل الطعام والإكثار من الحركة والرياضة المناسبة. يجب أن تهتم بقلبك يا أبا حمد. يجب أن أهتم بقلبي؟ كيف؟ في مثل حالتك وبسبب البدانة يضطرب القلب للعمل الإضافي لدفع كميات كبيرة من الدم في الجسم، ويزداد العبء على القلب من جراء تصلب الشرايين، فتتضخم عضلة القلب من جراء هذا العبء. قصدك دكتور؟ دكتور يعني هل قلبي أنا متضخم؟ سنجري لك كل الفحوصات لو سمحت، اعملي له تخطيطا للقلب.
إضافة إلى ما يعانيه البدين من حالات مرضية متمثلة بأمراض الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والتهابات الجلد المحتملة، يشعر المريض بتعب عند أي مجهود يقوم به. عندك سكر؟ يمكن. هل أجريت فحوصا للدم وظهر عندك مرض السكر؟ نعم، ولكن هل التضخم بسبب السمنة؟ السمنة ليست السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكر، ولكن توجد علاقة بين مرض السكر وبين البدانة، فنسبة مرض السكر ترتفع بينكم أنتم البدناء أكثر مما هي عليه عند الأشخاص النحفاء. كل هذه العلل بسبب السمنة؟ نعم الله الشراهة. على أي حال سنحلل الدم لمعرفة نسبة السكر والدهون فيه، والآن لو سمحت تذهب مع الممرضة لأخذ عينة صغيرة من الدم. من المعروف علميا بأنه توجد هناك علاقة قوية ومباشرة بين زيادة الوزن واحتمال الإصابة بمرض البول السكري. لقد أثبت الأبحاث أن 80% من الأشخاص ذوي الوزن الزائد أو الذين يشكون من السمنة معرضين للإصابة بمرض السكر، وبأن الأشخاص الذين يشكون من مرض السكر وغالبا الأشخاص في متوسطي العمر، وجد أن 60% من هؤلاء الأشخاص وزنهم زائد عن المعدل الطبيعي ويشكون من السمنة الزائدة. إذن هناك علاقة مباشرة، وسبب هذه سبب الإصابة بمرض السكر عند هؤلاء الأشخاص هو نقص أو قلة حساسية الإنسولين، والإنسولين هو الهرمون الذي يفرزه البنكرياس لتقليل وضبط السكر في الجسم، وهذا الإنسولين في وجود خلايا دهنية كثيرة تقل حساسيته ولا يعمل بصورة طبيعية وتكون نتيجة الإصابة بمرض السكر. العلاج لضبط وعلاج مرض السكر هو بالأساس هو تقليل الوزن وتخفيض الكمية الزائدة من الدهون في عند الإنسان، وهذا يجب أن يكون هو الهدف الأساسي بالإضافة إلى الجوانب الأخرى كالحبوب والجوانب الأخرى من العلاج. وتقليل الوزن هو بالدرجة الأولى عن طريق ممارسة تمارين رياضية وتقليل منع السكر بالطب منعا تاما، وتقليل المواد النشوية كالرز والخبز وغيرها بدرجة كبيرة، وتناول الخضروات والبروتينات بصورة معتدلة. ولكن يجب أن يكون الهدف إلى تقليل الوزن، وإذا خف الوزن احتمال كبير أن يختفي هذا السكر، واحتمال كبير أيضا أن يضبط. وإذا لم ينقص الوزن إلى المعدل الطبيعي الإنسان تكون هناك صعوبة كبيرة في ضبط هذا المرض حتى بوصف الحبوب أو بجوانب أخرى. في البداية يمكن العلاج ومنع مرض السكر، ولكن لو استمر زيادة الوزن لفترة طويلة يكون هناك فشل كامل للبنكرياس.